بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم اليوم على المحاضرة 22 في الـ Hereditary Persistence of Fetal Hemoglobin. في نهاية هذه المحاضرة هنعرف ما هو الـ Definition، ما هو الـ Pathophysiology، ثم هنتكلم على الـ Lab Diagnosis. الـ Definition للـ Hereditary Persistence of Fetal Hemoglobin هو كالآتي: إنه بيظل بيرزست levels of hemoglobin A greater than usual after infancy. إحنا اتفقنا إنه إلى مرحلة الانفانسي 6 شهور 7 شهور يظل الهيموجلوبين F، لكن هذا حيستمر إلى ما بعد مرحلة الانفانسي. هذا نسميه hereditary persistence beta hemoglobin. الحلو فيه إنه ما فيش globin chain imbalance، فبالتالي يعني تخيلوا ما يحصلش أي destruction زي ما حتشوفوا الآن. إذا تعريفه سهل جدا، هو persist levels of hemoglobin F greater than usual after infancy without globin chain imbalance. كيف الباثوفيسيولوجي حقه يحدث؟ كالآتي: هو في two mechanism، deletion والnondeletion، وإن كان deletion هو more common، فتعالوا نشرح deletion بشيء من التفصيل. هذا الكروموسوم الآن اللي أمامكم الآن شايفين، طبعا كروموسوم 11، شايفين الجاما chain، وفي حاجة منطقة ريجون نسميها سلايسينج ريجون، وبعد السلايسينج ريجون في دلتا ريجون، وفي عملية البيتا ريجون، وبعدهم انهانسر إليمنت. سبحان من خلق. يجوا العلماء يقولون ان السلايسينج ريجون دي هي عبارة عن دي ان بتطلع بروتين، فبتعمل انهيبيشن دائما للجاما، فالجاما دائما بتنتج بكميات بسيطة. ليش؟ لانه في معنى السلايسينج ريجون بتطلع عملية بروتين بيعمل انهيبيشن لقضية الجاما. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لكم أن تتصوروا لو حصل deletion للثري regions، للsilencing regions وللdelta regions وللbeta regions أو البيتا جينز، الدلتا وبيتا والslicing regions، حصل لهم deletion، إيش اللي حيحدث؟ حيحدث إنه كمان وجدوا إن الانهانسر elements حتيجي قبل قضية الجاما، وبالتالي حيحصل high production لقضية الجاما. ومن هنا نجي نقول إنه نتيجة لهذا deletion حصل قضية persist لقضية الهيموغلوبين F، لأنه حيحصل الانهانسر حيعمل اكتيفيشن للجاما، فبالتالي الجاما حتنتج بكمية كبيرة. طبعا في الهيتروزايجوس ما معناها؟ حيكون ديكريز في الدلتا وفي البيتا، في كمان حيكون أكيد ما دام ديكريز في الدلتا والبيتا حيقل الهيموغلوبين A2، حيقل الهيموغلوبين A، وكمان حتزداد الهيموغلوبين الآسف اللي هي الجاما تشين اللي هو هيموغلوبين F. لكن في الهيموزايجوس ما فيش معايا دلتا وبيتا، لانه حصل للكروموسوم حصل لهم ديليشن، فبالتالي ما فيش هيموجلوبين A2، ما فيش هيموجلوبين A، حيكون في انكريز في قضيه الجاما اللي هو الهيموجلوبين F 100%. طيب هذه النون ديليشن ايش اللي يجي يقولوا فيها؟ طبعا وهي دي ليس كومن. النون ديليشن يجي يقولوا ان في بروموترز يحصل في ميوتيشن في البروموترز اللي هي قبل الجاما، هذه الميوتيشن بتؤدي الى انكريز البرودكشن، او يحصل عمليه اكتيفيشن لفاكتورز بتاثر على قضيه البروموترز، فبالتالي هيحصل هاي برودكشن لقضيه الالفا. وبالتالي نقطه مهمه جدا، لو حصل هاي برودكشن للالفا هيحصل ريدكشن لقضيه الدلتا، وهيحصل ريدكشن كمان لقضيه البيتا، فهيقل الهيموجلوبين A وهيقل الهيموجلوبين A2. طيب في نقطه مهمه جدا، احنا اتفقنا ان الهيموجلوبين F اللي له هاي افينيتي للاكسجين، فهيموجلوبين F زايد، الفريت الأكسجين عالية. طبعا هذا طبعا لما نتكلم على هيموزايجس، يعني ما عاد فيش كله هيموجلوبين F، حيكون في ريليتيف هايبوكسيا، حيزود عملية الإرثروبيوتين، حيحصل له إنكريز. لو ما يحصل إنكريز الإرثروبيوتين حيحصل إنكريز الإرثروبيوسيس، وبالتالي حيحصل بوليسايتيميا في الهيموزايجس. وهذه نقطة، ليش في بوليسايتيميا للهيموزايجس؟ نتيجة لهذه السلسلة. طيب الآن تعالوا نشوف اللاب دياغنوسيس للهيتروزايجوس. اللاب دياغنوسيس كالآتي: تخيلوا الهيتروزايجوس والهوموزايجوس اسيمباتوماتيك الاثنين، تخيلوا سبحان الله، لأنه ما فيش عملية اللي هي جلوبين تشين امبالانس. السي بي سي كمان نورمال، كمان قضية السمير هيكون نورمال في الهيتروزايجوس، هيكون نورمال الهيتروزايجوس. الريتكس هتكون كمان نورمال. القضية السيبريشن هيموجلوبين سيبريشن طبعا دي بالجيل الكتروفريسيس، هنشوف الهيموجلوبين F من 15 إلى 30 في الهيتروزايجوس، والهيموجلوبين A2 ممكن يكون له أو ممكن يكون نورمال. طبعا زي ما أنتم شايفين هنا في الباند قدام الF هتشوفوا قضية إن في باند معينة، وزي ما قلنا الآن هذه الهيموجلوبين F لكن واضح إنها النسبة حقها أعلى، لكن إحنا اتفقنا إن الكابلري الكتروفريسيس هتساعدنا بشكل أكبر، هنشوفها الآن.
شايفين في الهيموجلوبين في الكابلري الكتروفوريسيس الهيموجلوبين اي 71%، هيموجلوبين اي 2 2.3، الهيموجلوبين اف اللي هو 26.7. شايفين كيف زاد عمليه الهيموجلوبين اف من 26.7. طيب الان كمان طبعا هذه في القضيه في ال HbA1c كمان حيحصل عمليه انكريز في، حنشاهد الانكريز في الهيموجلوبين اف. هذا السكيم الكبير اللي احنا عملناه، احنا بنركز على قضيه فقط المايكروسيتيك هايبوكروميك. تعالوا نشوف الهيموزايجوس. الهيموزايجوس ده اساسا هو اسيمبتوماتيك نورموسيتيك نورموكروميك، وممكن يحصل ساعات مايكروسيتيك، في احيان ممكن يكون مايكروسيتيك هايبوكروميك، لكن النقطه المهمه جدا في بوليسايتيميا. وقلنا ليش بوليسايتيميا؟ لانه حيحصل انكريز في الاريتروبايتين، وبالتالي حيحصل انكريز في الاريتروبايوسيس. طيب النقطه الثانيه انه تخيلوا الهيموجلوبين حيزداد، شوفوا النقطه هيموزايجوس، هيموجلوبين حيزداد وكمان ار بي سيز حتزداد، وكمان حيكون عمليه بالنسبه للنورمال غالبا زي ما قلنا نورموسيتيك نورموكروميك، ممكن يكون في احيانا يكون في ماكروسيتيك هايبوكروميك. الار دي دبليو والريتكس نورمال الاثنين. هنا سيبريشن لقضيه الهيموجلوبين اف 100% تماما في الهيموزايجوس، ما فيش معايا لا دلتا ولا بيتا، فبالتالي حيذيب الاي وحيذيب الاي 2، حتكون ال 100% هيموجلوبين اف. هذا السكيم حقنا الكبير اللي تكلمنا عليه، احنا فقط في المايكروسيتيك هايبوكروميك مركزين. الان في نقطه مهمه جدا، ما الفرق الان بين الدلتا بيتا ثلاسيميا، وما الفرق بين العمليه الهيرديتري بريزيستنت بيتا الهيموجلوبين؟ الفرق الاتي، هنا بيحصل في الدلتا بيتا بيحصل ديليشن فقط ل 2 جينز اللي هم عمليه الدلتا والبيتا، لكن هنا بيحصل في الهيرديتري بريزيستنس فيتا الهيموجلوبين بيحصل ديفكت او ديليشن للثري جينز، فبالتالي هذا الديفكت معناها ان السلايسنج ريجن موجوده، فبالتالي الجاما تشين بتنتج، وهنا بنقول انه بتنتج بكميه من 5 إلى 15%، لكن هنا لانه ما في عمليه انهيبيشن السلايسنج اللي كانت تعمل انهيبيشن للجاما ما عادش موجوده، فبالتالي حديد كميه الجاما من 15 إلى 30%. النقطة الثانية في الهيتروزايجوس، هنا هيموجلوبين اف من 10 إلى 15، بينما في الهيرديتري بريزيستنس فيتا الهيموجلوبين من أكثر من 15، وهذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية دي ماكروسيتيك هايبوكروميك، هنا في قضية الهيتروزايجوس بالتأكيد نورموسيتيك نورموكروميك. أكيد الأنيميا هنا تكون ممكن تكون موجود أنيميا أو مش موجودة، لكن هنا ما فيش أنيميا. طيب في الهوموزايجوس كالآتي، هنا هيموجلوبين اف 100 وهنا هيموجلوبين اف 100. النقطة الثانية هنا ماكروسيتيك هايبوكروميك وهنا نورموسيتيك نورموكروميك، وقلنا في احتمال انها تكون احيانا بشكل نادر ماكروسيتيك هايبوكروميك، لكن بالتأكيد هنا في انيميا وهنا ما فيش انيميا. في تيست حقيقة مهم جدا يسموه العملية الكلاي هاور تيست. الكلاي هاور تيست ده هو وظيفته او الهدف منه انه بيعمل عملية يقيس عملية الهيموجلوبين اف او زيادة الهيموجلوبين اف. فهو تيست كيف يستخدمه؟ يقولوا انه عمليه في الدلتا بيتا ثلاسيميا بيكون الديستريبيوشن للهيموجلوبين اف الهيتيروسيلولر، لكن في الهيرديتري بريزيستنس بيتا الهيموجلوبين بيكون الديستريبيوشن للهيموجلوبين اف بان سيلولر. حقيقه التيست هو الموثوقيه حقه ما هيش قويه، وتيست التكنيك حقه كمان صعب، فانا في تصوري هو يذكر، لكن انا في تصوري ان قضيه الجينيتك ستدي حتسهل لنا بشكل كبير قضيه التفريق بشكل واضح واكبر واكثر موثوقيه. كنت معكم فيما مضى في قضيه الهيرديتري بريزيستنت اوف فيتال هيموجلوبين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.